معنا من العاصمة النمساوية فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي السيد زياد السنجري. أهلا بكم سيد زياد. بداية، هل لك أن تضعنا على أكثر على تفاصيل أو تطلعنا أكثر على تفاصيل الحادثة وخلفياتها؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. في أحدث التطورات سمعنا اليوم هذا الخبر، ولكن سبقه عدة أخبار مماثلة في الأيام الماضية والأسابيع الماضية والتي جرت داخل مدينة الموصل وخارج مدينة الموصل في الأقلية والنواحي. ولربما خبر اليوم هو ليس 5 أشخاص وإنما 6 وإصابة السابع. من قتل 4 بنات وأخوهم الخامس والأب السادس، وأصيب السابع وهو طفل بجراح خطرة. مصادر أكدت لنا بأن مسلحين يرتدون زي الحشد الشعبي اقتحموا الدار العائلة أو الضحايا، وفي ليلة في ساعة متأخرة من ليلة أمس وأردوهم قتلى بإلاح كاتم. ما الدوافع التي تقف خلف هذه الجرائم سيد زياد؟ نشر الرعب، نشر الخوف في كل المناطق التي تقع ضمن المدن أو خارج المدن، ولعل هناك جهات سياسية مستفيدة من الوضع، ولعل هذه الجهات التي تقوم بهذه الأعمال مرتبطة بأحزاب ومرتبطة بأمور سياسية أخرى تريد نشر حالة الذعر بين الأهالي وعدم عودة الأهالي إلى مناطقهم وقراهم في الأقلية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى. طيب، الحكومة أعلنت عن الانتصار وأعلنت عن التحرير الذي تسميه أو تطلق عليه تحرير، وأنها انتهت من العصابات المسلحة، إن كانت تنظيمات إرهابية كتنظيم الدولة أو إن كانت عصابات مسلحة في الداخل. لكن ما يحدث الآن في مدينة الموصل وما يحدث الآن في محافظة نينوى هو انتشار للميليشيات ويعني تغول لها وارتكابها للجرائم. كيف يمكن أن تبرر تصريحات الحكومة الآن تحديدا حكومة حيدر العبادي؟ حكومة حيدر العبادي لم توفق إعلاميا، ودائما ما تتحدث عن انتصارات بعيدة عن الواقع، خاصة وأن الكثير من العصابات والكثير من التنظيمات المسلحة موجودة على الساحة. لا زالت هناك تنظيم داعش فرض العتاوات غرب مدينة الموصل، هناك تحركات في صحراء الجزيرة لتنظيم داعش وبحرية تامة، هناك ميليشيات تقوم بسرقة في وضح النهار للنخط في حقل القيارة ونجمة، هناك كتائب من الميليشيات وفصائل من الميليشيات تقوم بابتزاز الأهالي. أعتقد أن حكومة العبادي تريد أن تقول حالة بعيدة عن الواقع العراقي وواقع محافظة نينوى تماما، وليست موفقة في تصريحاتها. شكرا جزيلا لك سيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي والعراقي.